كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. وخلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة، أشار الرئيس السيسي إلى استعداد الدولة للدخول بالشراكة مع مبادرة ابدأ بنسب تتراوح ما بين 30% أو 50% بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم والوقوف بجانبهم. بقول لكم كلكم يا اللي هتشتغلوا في ابدأ، أنا مستعد أخش معاكم بالنص. بتكلم بجد. بتكلم بجد. تمام. بس اوعى تفتكر ان انا بخش معاك بالنص يا دكتور مصطفى، عشان عايز اخش معاك يعني لا، عشان اشجعك انك انت تبقى مطمن ان في جزء من المخاطره الدوله معاك فيه. والله تمام. انا بحلف بالله الهدف من اللي انا بقوله ده ما في هدف منه غير ان انا اشجع رجال الصناعه في مصر، وكل من هو محتاج يتحرك معانا اقول له اطمن انا معاك. عايز نخش معاك بكام؟ 30% اهم، 50% اهم، تمام، خدت بالك؟ اكتر من كده انت حر، بس انت لازم تدير شغلك.